السلام عليكم عشاق وعاشقة الدراجات النارية. اليوم غادي نعرفوا شنو هو الفرق ما بين فرانات لا بي اس وفرانات عاديين. وبالنسبة للفرانات لا دي اس، يعني اليوم دخلوا للموطور بواحد التكنولوجيا اللي هي جديدة، يعني فرانات اللي تخدموا بواحد السيستيم اللي هو رائع. وغادي نشوفوا شي تجارب اللي تاع لا بي اس مع الفرانات عاديين. وبالنسبة اخوتي السيستيم تاع فرانات لا بي اس كيفاش كيخدموا؟ بالنسبه كنتي غادي وشديتي فرنة تاع اللور، يعني كيتشد مع فرنة تاع القدام. وبالنسبه للعكس، كنتي غادي وشديتي فرنة تاع القدام كيتشد مع فرنة تاع اللور، وتما كيكون التحكم في الموتور، ما كيكونش الانزلاق، ما كيكون يعني شحال من حاجه بالنسبه للفرنة تاع لا بي اس. ودابا غنوريكم شي فيديوهات بالنسبه للفرق ما بين فران ا بي اس وفران عادي. وكما تشوفوا في هذا الفيديو، هذا الفرق ما بين فران او بي اس وفران عادي. بالنسبه للفران عادي كيزلق في الماء، يعني والفران الاخر فيه خاصيه تاع او بي اس، يعني كيمنع الانزلاق. وبالنسبه في هذا الفيديو غادي نشوفوا الفرق ما بين فرانات او بي اس وفرانات عاديين، يعني في مسافه تاع التوقف. وبالنسبه لهذا الفيديو غادي نشوفوا الفرق الى خرجت لك شي طوموبيل على غفله، الفرق ما بين فرانات لا بي اس وفرانات عاديين. بالنسبه لهذا الفرانات عاديين، كما كتشوفوا هنا فرانات تاع لا بي اس يعني كان التحكم اللي هو جيد، وكان مسافه الفرمله يعني اللي هي اقل. كما كتشوف الفيديو الاول يعني خرج عن الطوموبيل، وبالنسبه لتحت الفيديو الثاني يعني وقف قبل من الطوموبيل، يعني الخطر كيكون اقل مع فرانات لا بي اس. وتا بالنسبه للفيراجات والانزلاق،